بدأ الأهالي بالعودة إلى منازلهم في قرى رأس النبع والبيضة بعد أن قامت وحدة من القوات المسلحة بتطهير تلك القرى من الجماعات المسلحة التي تمركزت فيها. كاميرا سما رصدت عودة الأهالي إلى قراهم وعودة الأمن والأمان إلى نفوسهم. افتخار للسورية، كل شيء للسورية. بانياس المدينة التي حاول الإرهاب التخريب في أراضيها وبين سكانها، يعيد الأمن والأمان إليها. قرية اسمها بسنجا عايشين وكل شيء بأمان، والعالم كانت خايفة وإجا الجيش حمانا والحمد لله رب العالمين. بحماية جيشنا الباسل الذي قام بتأمين الطرقات والقرى وقدم جميع التسهيلات للأهالي من قرية المرقب رأس النبع، أناس ينتظرون عودة أهلهم ممن نزحوا بفعل جرائم المجموعات. الله يخليه والله يطول بعمره، اثمن الله يوفقه. كان عايش أحسن من سوريا، سوريا بكرامتها بشعبها بجيشها ببنائها بمالها بكل شيء. والله العظيم نبقى ننزل على الكورنيش نضل الساعة سوريا، الافتخار لسوريا، كل شيء لسوريا. شهدت أشد المعارك بين قواتنا المسلحة التي خربت وسرقت منازل الأهالي، بدأت تستعيد حياتها اليوم، وها هي تنتظر ليعودوا إليها آمنين. نحن الآن في قرية البيضاء، حيث قام الجيش العربي السوري بتطهيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة إلى وضع طبيعي ومنطقة آمنة، ونطلب من الأهالي العودة ومنطقة آمنة بشكل كامل من المجموعات الإرهابية المسلحة. بفضل بواسلنا لا وجود للمجموعات الإرهابية بعد اليوم في رأس النبع، بعد أن عاث الإرهاب فسادا وذعرا في منازلها وبين أهلها. أهال عادوا ويدعون من تأخر عنهم للعودة. الحمد لله، لأن حب رأس النبع هي دا حي رأس النبع الموجودين فيه، وهي الحمد لله لكل بعض الشباب والأهالي رجعت على 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 منازلها وعايشين الحمد لله وبأمن وأمان. هلا بطلب من الجميع، هلا من جميع الأهالي واللي غادروا هون من الخوف اللي أصابهم يرجعوا على بيوتهم. بدأت الحياة الطبيعية تعود إلى ريف بانياس بسواعد أبطال قواتنا المسلحة، فلا مكان للخوف بوجودهم. لأخبار سما الفضائية، علي الكنج، بانياس، قرية البيضاء.